ورجعنا لحضراتكم بعد الاستراحة، وصلنا للفقرة الطبية. النهاردة موضوع مهم جدا، دايما اكتشاف أي مشكلة أو مرض في أوله بيساعد بشكل أسرع على العلاج. ويمكن أغلبنا ما بينتبهش لبعض ألام المفاصل زي سماع صوت طرقعة أو وجود ألم مثلا في الركبة أثناء المشي، أثناء الحركة، أثناء الصلاة، وأحيانا كثيرة بتكون بداية لخشونة المفاصل. هنعرف أكتر مع ضيفي اللي مشرفني منورني في الاستوديو، دكتور باهر السعيد، المستشار الطبي لشركة باكس فارما. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا. إزاي حضرتك؟ سعيدة بوجودك معايا طبعا. الله يخليك. إحنا موضوع مهم يا دكتور، ويمكن إحنا ساعات بيحصل لنا بعض كده الإيه، نقول إيه يعني، نحس ببعض الأعراض ولكن بنقول ايه، بنتغاضى عنها في وقتها الى ان تصبح لا قدر الله مشكله، وبعدين نبدا نهتم فنروح للدكتور نعرف الاعراض ده سببه ايه. خلينا نقول بشكل بسيط اولا لينا كلنا عشان نفهم المفهوم العلمي لخشونه المفاصل. خشونه المفاصل هي حاجه دارجه كتير جدا في مصر، وخاصه عند ستات البيوت بصفه خاصه. أيوة. بسبب طبعا الوزن الزايد عند كتير من الستات والرجاله برضو. أيوة. وفي نفس الوقت عدم عمل او الالتزام بعادات صحيه لكتير مننا. كتير مننا ما بيهتمش بالفيتامينات والمعادن اللي ممكن تحمي عظامه من اي مشاكل بتصيب العظام فيما بعد مع مرور السن، مع كبر السن. صح. في كتير مننا بيحس بطرقعه وفرقعه في المفاصل بتاعته، يحس ان في تورم في الركبه مثلا. يحس انه مش عارف يطلع السلم، مش قادر يطلع السلم من وجع الركبه، بيجي له الم جامد غير محتمل في الركبه اثناء النوم. ايوه. في كتير فينا ما بيعرفش يصلي وهو بالوضع الطبيعي للصلاه، مش قادر يتني ركبته. كل دي علامات على مشاكل الركبه اللي بتصيب ناس كتير، مش شرط كبار السن. هي طبعا مع كبر السن وصغار السن، والله وصغار السن بيصيب. طبعا الوقفه في المطبخ. أيوة. بالنسبه لستات كتير بتسبب لهم دايما مشاكل الركبه. فاحنا بنقول للستات اللي بيتابعونا او الرجاله، ما تسيبوش نفسكم لغايه ما يوصل لحاجه زي كده. شوفوا الناقص في اللي بيسبب هشاشه عظام او مشاكل في عظامكم، وحاولوا تهتموا بيه. لو مش بتستعملوا مكملات غذائيه تحمي عظامكم، لا اعتمدوا على حاجه زي كده. طب دكتور، عايزين نعرف برضو الفرق بين التهاب المفاصل وخشونه المفاصل. الخشونه دي اللي هي زي ما نقول كده المفصلات بتاع البيبان. لما بيحصل فيها صدى. أيوة. ده اللي بيحصل بالظبط في المفصل مع مرور السن. الخشونة دي كده بالظبط، أكن المفصل اللي هو بيحرك الغضاريف اللي المفروض المسؤولة عن مرونة المفصل بتبدأ تتآكل مع مرور الزمن. زي الصدى بالظبط. أيوة. فعشان كده المفروض جسمنا أو العظام بتاعتنا محتاجة غذاء من نوع خاص. لازم بيكون الكولاجين وجبن وحاجات ومكملات غذائيه تبني الكولاجين بحيث ان يحصل مرونه للمفصل ده. التهاب المفاصل بتحصل ممكن مش معقوله، هيبقى لسه شاب صغير وبيشتكي من خشونه، يعني المفصل ما بيكونش صده زي ما قلنا، انما بيحصل التهاب. يعني احنا نقدر نقول مشاكل الركبه بالنسبه لصغار السن او الشباب التهاب في المفصل. أيوة. انما بالنسبه للكبار خشونه اوريدي. حصل خشونة في المفصل ده أو ده. لو في أي مشاكل في الركبة بنعتمد على مكملات غذائية تحسن الركبة، تحسن كفاءة الركبة، تحافظ على الكولاجين أو بتبني الكولاجين اللي هو بيساعد على مرونة الركبة دي عشان أتحرك بشكل طبيعي. طب دكتور، إحنا عمرنا ما سمعنا عن مكملات غذائية للعظم دي. لا طبعا. دايما عارفين ان احنا لو عندنا مشكله بنروح لدكتور، وندخل بقى في ايه، في قصص كبيره قوي، كلنا بنخاف زي دكتور السنان. تبقى انت بتدفع كشف بسيط بس تدخل جوه تلاقي نفسك في متاهه. وطبعا في منهم الامين الحقيقه ويحترم بالنسبه من الدكاتره، وفي منهم ما بيبقاش يعني ايه بالكفاءه اللي هي او الامانه اللي احنا متعارفين عليها. خلينا نقول ان انا بالنسبه لي ان انا الاقي مكمل غذائي يساعدني ان انا احافظ على العظم بتاعي، دي مسألة بالنسبة لي يعني جديدة وغريبة جدا. لا. ومبسوطة بيها. إذا هي موجودة فعلا يبقى إذن إحنا وصلنا لحاجة رائعة. إحنا بنتكلم عن مكمل غذائي طبيعي عبارة عن خمس مكونات بيشكلوا
مكمل غذائي بيحافظ على الركبة للوقاية من خشونة الركبة والمساعدة في علاج الركبة. كويس. المكمل الغذائي اسمه جوينت بيكس. الجوينت بيكس ده بتركيبة خماسية، قوة خماسية تكافح خشونة الركبة. الجوينت بيكس ده فيه خمس حاجات. أول حاجة ثلاث أنواع بيبنوا الكولاجين اللي بيحافظ على مرونة الركبة. الكولاجين ده أو اللي بيبني الكولاجين عبارة عن ثلاث حاجات، الكوندروتين والجلوكوزامين ومعاهم كمان حمض الهيالورونيك. الثلاث حاجات دولا هم دولا المسؤولين عن بناء الكولاجين اللي بيبني العظام بتاع الركبة أو بيمنع خشونة الركبة أو بيمنع التهابات الركبة. بالإضافة للثلاث مكونات اللي هم بتوع اللي بيبنوا الكولاجين دول اللي هم الكوندروتين والجلوكوزامين والهيالورونيك، في حاجتين جمال جدا موجودين في الجوينت بيكس. احنا كلنا بنخاف ان احنا ناخد مسكنات. ايوه. بنخاف من المسكنات عشان اضرارها على الكبد والكلى والكلام ده. صحيح. الجوينت بيكس فيه حاجتين حلوين قوي، حاجات طبيعيه بتقلل الالم، حاجه اسمها الجنجر اللي هو المستخلص الجنزبيل. ومعاه كمان حاجه اسمها برومالين، ده مستخلص من الاناناس. البرومالين ده وجدوا انه من افضل الحاجات على الاطلاق اللي بتقلل التورم بتاع الركبه او التورم بصفه عامه. ما شاء الله. يعني حاجه بتشيل التورم بشكل طبيعي اللي هي ماده البرومالين موجوده في الجوينت بيكس، بالاضافه للجنجر اللي هو مستخلص الزنجبيل او الجنزبيل. الجنجر ده مسكن طبيعي للالم. كويس. فاحنا بنتكلم عن تركيبه خماسيه عباره عن الجنجر والبرومالين كمسكن ومضاد للتورم. كويس. بالاضافه لثلاث حاجات رئيسيه بتبني الكولاجين اللي بيحافظ على الركبه بتاعتنا. هي. اللي هي الكوندروتين والجلوكوزامين والهيالورونيك. الجوينت بيكس بتاخد حبيتين بعد الغداء لمده 3 شهور لو بناخده للوقايه. يعني مثلا انت واقفه في المطبخ وبدأت تحس ان كل يوم ركبتك بتوجعك شويه، مش قادره تصلي، مش قادره تطلعي السلم، حاسه ببدايه، ليه تخلي الموضوع يتراكم معاكي؟ لا، من البدايه خد الجوينت بيكس حبيتين بعد الغداء لمده 3 شهور، هيبقى حاجه وقائيه. طب لو اوريدي عندي خشونه ممكن يتاخد كعلاج، بالاضافه طبعا مش كعلاج، كحاجه مساعده في العلاج. في العلاج مع العلاج الاساسي بقى. يساعد في العلاج. حاجه مساعده. أيوة. مع العلاج اللي الطبيب كاتبه لك. الجوينت بيكس مكمل غذائي بيحافظ على الركبه، وبرضه بنقول للناس او المفروض في حاجات تانية برضه بتمنع هشاشه العظام، حاجات اساسيه. الكالسيوم وفيتامين د. يعني طبيعي ان معظم السيدات بعد سن ال 30 او حتى بعد انقطاع الطمس مهم جدا ياخدوا نوع كالسيوم مهم. في انواع كالسيوم كتير في السوق، بس معظم انواع الكالسيوم اللي في السوق بتبقى تسبب مشاكل كمان امساك، مشاكل في المعده. ففي نوع كالسيوم ستريت، النوع بتاع الكالسيوم ستريت بالذات ده النوع الامن على المعده، حتى كويس كمان في الامتصاص وكويس لكبار السن. كويس. اسمه سي دي زد بيكس. سي دي زد بيكس ده نوع كالسيوم كويس جدا، بتركيز عالي، تركيز كويس جدا. كويس. بتاخد حبايه بعد الفطار. السي دي زد بيكس ده النوع الكالسيوم اللي جواه اسمه كالسيوم ستريت. ما بيسببش مشاكل في المعده وامتصاصه عالي جدا ونسبته معقوله. دكتور لينا للاستخدام اليومي بالظبط، ما يترصبش بقى ولا يعمل لنا مشاكل اي حاجه. بس طبعا الكالسيوم محتاج عشان يمتص فيتامين د. طبعا. فالفيتامين د برضه فيدي بيكس. الفيدي بيكس ده 2000 وحده دوليه فيتامين د. الفيدي بيكس ال 2000 وحده برضه اللي هي النسبه اللي ممكن ناخدها تغطي الاحتياج اليومي بتاعنا. يعني ممكن ناخدها حتى من غير تحليل، مفيش مشكله. أوكي. الفيدي بيكس بيتاخد حبايه بعد العشاء. في حاجه كويسه قوي في فيتامين د، انهم وجدوا انه بيعمل تنظيم هرموني، بيقلل هرمون الكورتيزول المسبب للتوتر. فبيساعد على النوم. يعني لو اخذنا فيتامين د، يعني افضل وقت ناخد فيتامين د يا دكتور اللي هو بالليل قبل بعد العشاء. بعد العشاء قبل وبعد النوم. وبعد اكله دسمه، مش اكله تقيله يعني. أيوة. فهمت. حاجه فيها دسم يعني دسم. مثلا بعد الزبادي. ايوه فهمت. بعد كوبايه اللبن. فهمت. لان فيتامين د من الفيتامينات الزائبه في الدهن، فبتبقى عايزه دهن. صحيح. تزوفي عشان نستفيد منها بالظبط. فاحنا بناخد الحبايه بتاعه الفيدي بيكس 2000 وحده حبايه بعد العشاء كل يوم. ده هتحسن جوده النوم بتاعنا. يعني هي مش منوم، هي بتحسن جوده استرخاء. النوم بالظبط كده. وفي نفس الوقت بتزود امتصاص الكالسيوم، وفي نفس الوقت فيتامين د مهم للمناعه، مهم لمنع او الوقايه من هشاشه العظام. فعشان عظام متينه يبقى ناخد كالسيوم وفيتامين د.
وبرضه بقيه الكورس برضه في نوع مالتي فيتامينز شامل اكيد. الستات بيهتموا بالشعر والبشره طبعاً والاظافر والمناعه طبعاً بصفه عامه، وفيتامين بي مهم لينا كلنا. فهو ده موجود بقى في يعني بدل ما ناخده من سورس انجكشن او حقن بنبع، في ناس ما بتحبش تاخد الحقن طبعا، فبنبقى عايزين حاجه اقراص او تابلتس تبقى سهله علينا. الالبي مالتي فيت ده فيه كل الفيتامينات اللي احنا محتاجينها. البي مالتي فيت ده فيتامين شامل، فيه فيتامين بي كله والمعادن والكلام ده اللي انت بقى بتحتاجيهم للبشره والشعر، وبتحتاجيهم كمان للمناعه. يعني احنا بعد الفيروسات الكتير اللي بتظهر في العالم بتاعنا الفتره دي، الفتره دي كمان فتره صعبه بالظبط، محتاجين حاجه تدي مناعه وفي نفس الوقت حاجه يعني كويسه للبشره والشعر والاظافر والكلام ده. فالالبي مالتي فيت حبايه برضو بعد الغدا ده فيتامين شامل. الحاجات اللي احنا بنقول عليها دي كلها منتجات مصريه على قد الايد، اسعارها على قد الايد. ايوه احنا بنشوف اسعار المكملات الغذائيه المستورده مبالغ جدا في ثمنها طبعا. احنا بنتكلم في حاجات سعرها هادي في المتناول. والله يا دكتور رحت اشتري حاجه من الحاجات دي قبل كده وقال لي على الاكسباير ديت باقي يومين، يقول لي طب تاخديها، قلت له اخدها اعمل ايه وانا المفروض استعملها شهر؟ يعني انت بتقول لي كده بناء على اي اساس؟ ورقم طبعا كبير، بس جبت البديل مصري بس مصري كويس مصري زي الفل بنفس الكفاءه بنفس الفاعليه بس بسعر اقل، سعر على قد الايد. وفي نفس الوقت احنا بنقول للناس دايما حطوا ثقتكم في المنتجات المصريه، هي بنفس الكفاءه والفاعليه. كفايه ان هي مرخصه من وزاره الصحه وموجوده في الصيدليات يا دكتور، وده اهم حاجه. طب احنا دلوقتي عايزين حاجه تكلمنا، يعني الكورس ده متكامل يصلح لاصحاب الامراض المزمنه يا دكتور؟ بالنسبه لاصحاب الامراض المزمنه احنا دايما بنقول لو عندك مشكله كبيره في القلب، مشكله كبيره، لا أمراض طبعا لازم سكر مثلا، لا لازم طبعا برضو باستشاره الطبيب بتاعك، ما فيش مشكله. أوكي. استشير الطبيب بتاعك عشان هو اللي يسمح لك. بس هو في الاخر حاجات مامونه. لو واحده حامل طبعا اكيد لازم تستشير الطبيب بتاعها. تمام. لو واحد عنده قرحه في المعده لازم هياخد حاجه المعده معاه، او برضه يستشير الطبيب بتاعه. أكيد. انما في الاخر هي مكملات غذائيه للوقايه والمساعده في العلاج. كويس جدا. طيب اللي احنا لو هناخد ده بقى كوقايه دكتور، هيمشي على الكورس كله كامل؟ يعني احنا دلوقتي بناخد حاجه كوقايه على حسب بقى مشكلتك ايه. يعني مثلا واحد ما عندوش اي مشكله خالص في الركبه خالص، ملوش لازمه معاه، هياخد بس فيتامين د اللي هو مهم لينا كلنا، والمالتي فيتامينز برضه مفيش مشكله، والكالسيوم بالنسبه للستات بالذات الحمل والرضاعه والكلام ده كله بيقلل نسبه الكالسيوم عندهم، فلازم محتاجين نوع كالسيوم. الستات في اثناء الحمل والرضاعه نفسهم لازم ياخدوا نوع كالسيوم كويس. فهو السي دي زد بيكس مثلا ده عادي حتى لو ما عندكيش خشونه في الركبه ولا حاجه كويس. الجوينت بيكس بقى بناخده امتى؟ أيوة. للوقايه لو انت بادئ عندك اي مشكله الاعراض او لو واحد مثلا او انت بتروحي الجيم مثلا وبتحسي بالم اثناء الرياضه لا لازم هتستعمليه. حد بيعمل رياضه معينه زي رفع الاثقال او الكوره حتى او الكوره اللي الرياضات اللي بتضغط على الركبه لازم ياخده كوقايه برضو طبعا. مفيش مشكله خالص ان لو اخدناه، او برضو لو واحده بتقف في المطبخ وقت طويل جدا وبدا ركبتها تقلق منها، او واحده وزنها زايد وركبتها بدات تقلق منها بس مع الوزن الزايد، احنا بننصح برضو انك لازم تعملي دايت، لازم تنزلي وزنك، ننزل في الوزن فلازم نغير اسلوب عشان حياتنا عشان ما ياثرش كمان على فقرات الظهر بالظبط كده. طيب دكتور كلمنا بقى، احنا بنغلط في ايه في البيت كده في شويه تصرفات او حاجات من قولها لنا برضو للمشاهدين نستفيد منها. ايه الاخطاء اللي احنا كستات بنقع فيها مثلا بنعملها بشكل لو بنتكلم على الركبه مثلا، انت عندك مشكله في الركبه ما تضغطيش على الركبه بشكل قوي، يعني حتى في قعدتك تبقى قاعده مستويه، ما تبقيش تانيه ركبتك طول الوقت. لما تيجي مثلا تاخدي حاجه من على الارض او بتاع ما تضغطيش على ركبتك جامد لو فيها مشكله. لو انت عندك مشكله في الركبه ما ينفعش تطلعي السلم ادوار عاليه، يعني لازم دايما تريحي نفسك. لعيب الكوره حتى لما يكون عنده اصابه في الركبه الطبيب بتاعه بيريحه ويريح. أيوة. نفس الكلام لو انت اوريدي عندك خشونه في الركبه بتريحي نفسك على قد ما تقدري، واول راحه تعمليها لو وزنك زايد لازم يقل، لان الحمل ده كله على الركبه. صحيح. حاولي تعملي نظام غذائي، تقللي النشويات الكربوهيدراتس الحاجات اللي هي بتزود الوزن، وفي نفس الوقت مهم جدا انك تهتمي بالمغذيات اللي بتحسن جودة عظامك وتمنعك من الهشاشة اللي هي فيتامين د والكالسيوم والأكل الصحي بصفة عامة. نبعد عن الحاجات اللي هي بتزود وزننا من غير فايدة لجسمنا.
طيب نسأل بقى حاجة دكتور، الجرعات المناسبة من الكورس ده نمشيها لنا بقى كده سكاديول عشان نعرف برضه لو هيستخدم. السي دي زد بيكس نوع الكالسيوم سيتريت الكويس جدا اللي بيشكل الكالسيوم اللي احنا محتاجينه. السي دي زد بيكس احنا طبعا طبيعة الفطار كلنا في مصريين بيبقى قلبان. معانا هو على الشاشة ودي الأرقام كمان لو حد عايز يطلبها عن طريق الشركة يا دكتور. صح بالظبط. السي دي زد بيكس احنا المفروض الكالسيوم بيحب الألبان. فاحنا طبيعي الفطار قلبان. وجبنة قريش والحاجات. الفطار بيبقى فيه ألبان. فبيبقى مناسب ان احنا ناخد الكالسيوم الصبح. نيجي بقى لل طب الألبان المعلبة، معلش سؤال بقى، احنا عايزين بقى نستفيد من وجود حضرتك معانا يا دكتور باهر. الألبان المعلبة ممكن لو هي كاملة الدسم؟ احنا أهم حاجة بقدر الإمكان نبعد عن أي حاجة فيها مواد حافظة أكيد يعني. يعني كل ما كان الحاجة ناتشرال كل ما كان الدنيا أفضل. خلاص يا دكتور أنا سحبت السؤال. نيجي في التاني في الغداء ناخد حبيتين الجوينت بيكس لو احنا عندنا مشاكل في المفاصل او بدات احس بعرض بسيط. بالظبط صح كده؟ مفيش مشكله بدايه. عايزين ناخد حاجه مكمل غذائي يحمي الركبه بتاعتنا. أيوة. فحبيتين جوينت بيكس بعد الغداء كويس. بالليل بقى الفيدي بيكس ده نوع فيتامين د زي ما اتفقنا، يستحسن بعد اي حاجه دسمه لو كوبايه زبادي او اي حاجه دسمه هيساعد على امتصاصه بشكل اكبر. كويس. بالنسبه لو احنا عايزين ناخد المالتي فيتامينز اللي هو ال بي مالتي فيت ناخده حبايه بعد الغداء كل يوم مفيش اي مشكله. القصه دي كلها او المكملات الغذائيه دي كلها حاجات بتكمل النقص اللي في الغذاء بتاعنا او النقص اللي احنا محتاجينه. بالنسبه للجوينت بيكس هي حاجه بتبني الكولاجين اللي بيسبب مرونه الركبه حركه الركبه. الجوينت بيكس في حاجه اسمها حمض الهيالورونيك الستات كلها عارفينه عشان طبعا البشره والبتاع بقى. لا هو برضو نفس الكلام. الهيالورونيك زي ما هو مهم للبشره هو برضو مهم للمفاصل لانه هو اللي بيبني شبكه الكولاجين، والكولاجين ده اهم حاجه لمرونه الركبه لانه بيبني الغضاريف اللي بتبقى زي الوساده اللي بتحمي الركبه من التاكل او من الاصطدام او من الاحتكاك. ده اهم حاجه كمان، هو بيعالج الالتهابات والتورم. بالظبط، بيساعد على علاج التورم اللي هي البرومالين، بيساعد على علاج التورم وده حاجه مهمه جدا. الكولاجين انتاجه من خلال الكوندروتين والجلوكوزامين والهيالورونيك ده بيساعد على علاج مشاكل الركبه بصفه عامه. طب دكتور حضرتك قلت نقعد ناخده 3 شهور متواصله صح كده؟ بالظبط. هل احنا بنتوقف بعدها شهر لو وبنستكمل لو للوقايه ولا بنبقى لو احنا وقايه ناخد 3 شهور كل سنه مثلا. ونوقف بعد كده 3 شهور كل فتره. أوكي. انما لو بيساعد في العلاج يعني مساعد في العلاج. اللي يساعد في العلاج لا بياخده فتره اطول مفيش مشكله، الاستمرار عليه فترات طويله مفيش مشكله. آمن. بس طبعا مش هيغني عن العلاج اللي الدكتور كاتبه في حالات الخشونه المتقدمه. طبعا يعني مش هيغني عن العلاج اللي الدكتور كاتبه، اكيد بنلتزم بالطبيب كاتبه والطبيب اكيد كمكمل غذائي مساعد مع علاج الطبيب مفيش مشكله. تمام. طب احنا ممكن ننزل بعد اذنكم يا اولاد الكورس مره ثانيه علشان الدكتور ليه طرق التواصل موجود يا دكتور في الصيدليات؟ موجود يعني. وموجود الارقام بتاعه الشركه وفي فريق متخصص بيرد على الناس. ده الكورس اهو على بعضه يا جماعه وبيوجههم. السعر مناسب للجميع يا دكتور؟ بالظبط، السعر هادي جدا. والعلب دي تكفينا ايه شهر؟ في انواع بتكفي شهر وفي نوع بتاخد علبتين عشان يكفوا الشهر. اوكي. الفريق العمل اللي بيتواصل من خلال التليفون بيعرف الناس كل حاجه كل التفاصيل. طيب ده هايل جدا. من خلال الارقام الموجوده قدام حضراتكم تقدروا تتواصلوا بالشركه طبعا تطلب الكورس. وينفع ناخد حاجات انديفيدوال يعني لو انا محتاج بالزبط. مثلا الالف مالتي باخده لوحده يعني لو مش في حاجه لكل الحاجات. مفيش مشكله طبعا. مفيش مشكله طبعاً. طيب طبعا يا دكتور انا سعيده بوجود حضرتك بجد معايا النهارده، بتمنى طبعا دايما تكون يعني معايا في لقاءات اخرى ونستفيد اكيد من ثقافه حضرتك ومعلوماتك. شكرا بجد جزيلا. شكرا جزيلا. اسمحوا لي اشكر ضيفي اللي شرفني ونورني النهارده دكتور باهر السعيد المستشار الطبي لشركه بيكس فارما. نورتني وشرفتني يا دكتور. وطبعا شكر خاص لكل متابعيني الكرام من خلال شاشه قناه الاهلي، تحيه وحب وتقدير لحضراتكم واتمنى من الله ولا يكتر على الله. اشوفكم في حلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده وسلام عليكم.